ما حكم ارتداء حزام الأمان في السيارة وهل يعتبر ارتداء من عدم الإيمان بالقضاء والقدر؟ لا لا ما توصل لهذه الدرجة، هذا من باب بذل الأسباب، ربط الحزام من باب بذل الأسباب. يعني الأصل أن يربط الحزام طالما أن ولي الأمر أمر به وفيه مصلحة لك أيضا، هذا الأصل أن يطاع فيه ولي الأمر وأن يربط الإنسان حزام الأمان، لكن لا ينافي الإيمان بالقضاء والقدر. مثل أنك لما تعبر الشارع تلتفت يمين ويسار وقال يقول لا تلتفت، هذا ينافي الإيمان بالقضاء والقدر. اعبر، ما يجوز. كذلك الحزام هذا من باب بذل الأسباب. يقول والمرأة كذلك، والمرأة كذلك تربط حزام الأمان، ما في بس إن شاء الله تعالى.